جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. قضية الجمع بين الظهر والعصر قضية وقع فيها حتى بعض أئمة المساجد، فاستباحوا الجمع بين الظهر والعصر حتى ولو كان المطر خفيفا. هل من كلمة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا وقع من بعض الجهال وبعض المستعجلين في الأمور، وقد حصل تنبيه عليه من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء، حصل تنبيه وتحذير من الجمع بين الصلاتين من غير عذر، لأن المطر الخفيف لا يعد عذرا، وكذلك الوحل اليسير الذي لا يتأذى به المارة أيضا لا يعد عذرا، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء للمطر الذي يبل الثياب ويحصل معه مشقة على الخارجين من بيوتهم إلى المساجد، أو هناك وحل يحول بينهم وبين المسجد يلوث أرجلهم وثيابهم بسبب المطر. وأما الجمع للمطر الخفيف الذي لا يحصل منه أذى أو من غير وحل يحول بينهم وبين المسجد، فإن هذا الجمع لا يصح، وهو إخراج للصلاة عن وقتها بغير عذر. وما دام كذلك فإن صلاة العشاء التي صلوها مع المغرب لا تصح ويلزم إعادتها. نعم، العشاء أو الظهر مع العصر يحفظكم الله. الظهر مع العصر لا يجمع من أجل المطر على قول أكثر أهل العلم. نعم، إنما الكلام في الجمع بين المغرب والعشاء. نعم، إذن التركيز على الجمع بين الظهر والعصر وهو الذي أثار انتباه الناس، حيث فعله بعض الأئمة، جمعوا بين الظهر والعصر وفي إمكان الناس أن يغدوا ويروحوا بل ويمارسوا أعمالهم. هذا غلط، خطأ، ولم يقل أكثر أهل العلم بجواز الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر، إنما قال به طائفة يسيرة، وليس عليه دليل صريح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الصلوات تؤدى في مواقيتها ولا تخرج عن مواقيتها من أجل الجمع إلا بدليل صحيح صريح. نعم، جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل جماعة المسجد إذا جمع بهم إمامهم الظهر والعصر عند المطر الخفيف أو عند المطر الذي يمكن فيه ممارسة أعمال الحياة ممارسة عادية؟ الجمع أصله مباح، ليس واجبا ولا سنة، وإنما هو مباح للحاجة. طيب، فإذا كان أحد من أهل المسجد أو أهل المسجد لا يرون عذرا قائما ومسوغا للجمع، فإنهم يمتنعون عن الصلاة مع هذا الإمام. نعم.